اضطراب الهوس الصحي. الخوف من الإصابة بمرض معين. مستوى عالي من القلق بشأن الصحة. فحوصات طبية متكررة أو تجنب الأطباء بسبب الخوف. اضطراب الهوس الصحي من أكثر الحالات انتشاراً بمجتمعنا اليوم. إذا الإنسان تعرض لتحرش معنوي أو جسدي، إذا كان الإنسان بيعاني من عوارض جسدية ما عم بيلاقي سبب عضوي ببرر هيدي الحالة، كما أنه سهولة المعلومات اللي بيقدر يوصل للإنسان اليوم. من المهم نعرف أنه بكتير معقول أنه هيدي الحالة تتكرر عند الإنسان كل ما هو تعرض لضغوطات نفسية. العلاج بيتم عن طريق المعالج النفسي أو عن طريق الأدوية.